السلام عليكم يا شباب، معاكم فاروق واهلا بيكم في فيديو جديد. اوقات كتير بنحب نغير اللوكيشن والموقع بتاعنا وتتبع الجي بي اس على اجهزه ايفون علشان نشير اللوكيشن مع اصحابنا او على منصات التواصل الاجتماعي، كمان لو بنلعب بعض الالعاب زي بوكيمون مثلا او اي العاب تانية بتحتاج اننا نغير موقعنا ونغير الجي بي اس. والنهارده جايب لكم برنامج جديد علشان نجربه مع بعض، وهو برنامج اي اني جو. ومن خلال البرنامج ده بنقدر نغير موقعنا واللوكيشن بتاعنا بسهولة وسرعة وكمان بضغطة زر، والأهم إننا بنقدر نغير موقعنا بدون جيل بريك، لأن أغلب برامج تغيير الموقع بتحتاج لعمل جيل بريك للآيفون علشان نقدر نستخدمها. يعني لو أنت مقيم في مصر مثلا هتقدر تغير موقعك لأي دولة تانية زي أمريكا أو كندا أو روسيا أو أي بلد تانية أنت تختارها وتحددها بنفسك، وبعدها بسهولة بتقدر تغير موقعك وتشارك اللوكيشن الجديد مع أصحابك على أغلب مواقع التواصل وتطبيقات المراسلة زي واتساب أو ماسنجر، أو تقدر تستخدم الموقع الجديد في بعض الألعاب. والبرنامج داعم خواص ومميزات مفيدة هنعرفها مع بعض في الفيديو ده. ودلوقتي انزل بسرعة اشترك في القناة وفعل الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة، ويلا بينا نبدأ شرحنا. وخلونا الأول نروح على الموقع الرسمي للبرنامج اي اني جو، وهو منتج من منتجات شركة تينور شير. والبرنامج بنقدر من خلاله اننا نغير الموقع والجي بي اس على جميع اجهزة ايفون، والميزة الاهم انك بتقدر تغير اللوكيشن بتاعك على اجهزة ايفون بدون عمل جيل بريك، وبتقدر تعمل محاكاة لحركة الجي بي اس على الايفون باكتر من طريقة. وبرنامج اي اني جو داعم كل اصدارات اي او اس الحديثة. طيب خلونا نحمل البرنامج علشان نجرب العمليات دي مع بعض، وانا هحمل اصدار البرنامج لنسخ الويندوز لان البرنامج له نسخة خاصة بانظمة ويندوز ونسخة تانية لانظمة ماك. وطبعا بعد ما هنحمل البرنامج هنثبته على الكمبيوتر بتاعنا بدون اي مشاكل زي ما بنثبت اي برنامج تاني. وبعد ما ثبتنا البرنامج هنشغله وهيظهر قدامنا بالشكل ده، ودي العمليات المدعومة فيه واللي هنجربها مع بعض. والبرنامج داعم اللغة العربية، يعني تقدر تروح على اعدادات البرنامج وتغير لغة البرنامج وتخليها اللغة العربية، وانت تقدر تحمل البرنامج وتستخدم النسخة المجانية منه وتجربها. لكن انا معرفش هل كل الاوبشنز والعمليات المدعومة في البرنامج هتكون متاحة على النسخة المجانية ولا لا، لكن انا معايا سيريال تفعيل للبرنامج علشان نقدر نجرب اغلب العمليات براحتنا. ولو انت معاك سيريال لتفعيل البرنامج هتطلع فوق في البرنامج وهتضغط على علامة المفتاح دي وهتفتح لك نافذة التفعيل، هتكتب فيها الايميل بتاعك وكود التفعيل اللي معاك، وبعدها هتتأكد ان النت شغال عندك كويس، وهتضغط على تسجيل او ريجستر في حالة ان البرنامج باللغة الانجليزية، وبعدها هيتم تفعيل البرنامج مباشرة، وهتظهر لك صفحة تفاصيل التفعيل بتاعك. وزي ما انتوا شايفين التفعيل بتاعي مدته شهر واحد، واقدر اشتغل خلال الشهر ده على 5 اجهزة ايفون بس، وكمان اقدر اثبت البرنامج واستخدمه على جهاز كمبيوتر واحد بس. والبرنامج له اكتر من باقة للتفعيل، سواء باقة شهرية او باقة سنوية. طيب كده ثبتنا البرنامج وفعلناه وكله تمام، تعالوا بقى نروح ونجرب. وزي ما قلنا ان البرنامج داعم اكتر من عملية لتغيير المواقع والجي بي اس، لكن خلينا دلوقتي نجرب اول عملية مدعومة على البرنامج وهي تغيير الموقع والجي بي اس. هنعلم على شروط الاستخدام دي وبعدين هنضغط على دخول، وهتظهر لنا الصفحة دي وبتطلب مننا توصيل الايفون بكابل اليو اس بي، وطبعا لازم الايفون يكون شغال طبيعي يعني ما فيهوش اي مشكلة ولا واقف على طلب حساب الاي كلاود، وكمان تكون مفعل خدمات الموقع على الايفون من اعدادات الخصوصية. ولما نوصل الايفون بالكابل والبرنامج يبدأ يتعرف عليه هيحولنا مباشرة على الخريطة ومحدد عليها الموقع بتاعنا الحالي، وهنفتح تطبيق الخرائط على الايفون علشان نتابع العملية. ودلوقتي هنروح للبرنامج وهنطلع فوق على خانة البحث، وهنكتب اسم اي دولة احنا نختارها سواء هنبحث بالعربي او بالانجليزي. طب نجرب بالعربي ونكتب امريكا مثلا علشان نشوف. وهنا ظهر معايا موقع واحد لكن مفيش مواقع كتير مختلفة علشان نقدر نختار منها. طيب خلونا نبحث بالانجليزي المرة دي علشان البرنامج يظهر لنا مواقع مختلفة، وهنكتب في خانة البحث كندا مثلا باللغة الانجليزية وهنضغط على بحث،
وهنا البرنامج ظهر لنا مواقع ومدن مختلفة داخل كندا ونقدر نختار منها براحتنا. طيب خلونا نجرب دولة تانية وليكن مثلا الولايات المتحدة، وهنا ظهرت لنا مجموعة مواقع ومنهم الولايات المتحدة. هنختار United States والبرنامج هيغير الموقع بتاعنا الحالي للولايات المتحدة، ونقدر كمان نختار أي بلد أو ولاية أو مقاطعة داخل الولايات المتحدة، وده في حالة إننا عايزين لوكيشن أو موقع محدد، يعني أنت تقدر تختار وتخصص البحث أكتر براحتك. ودلوقتي اخترنا الموقع الجديد اللي عايزينه يظهر عندنا، فاضل إننا نغيره ونأكتفه على الموبايل. هنروح بقى ونضغط على زر بدء العمل الموجود في البرنامج هنا، وهتظهر لنا رسالة تحذيرية بإننا لازم نقفل أي تطبيقات بتعتمد على الخرائط وتحديد المواقع. هنضغط على استمرار وهيبدأ البرنامج في تغيير الموقع بتاعنا، ولو رحنا للموبايل هنلاحظ إن الموقع بتاعنا اتغير. هصغر كده شوية علشان نتأكد أكتر، وفعلا تم تغيير الموقع الحالي بتاعي وبقى الموقع الجديد في الولايات المتحدة. يعني دلوقتي نقدر نستخدم أي تطبيقات على الآيفون كانت بتحتاج إننا نغير موقعنا، أو نلعب بعض الألعاب اللي بتعتمد على محاكاة الموقع والجي بي إس، وكمان تقدر تشير اللوكيشن بتاعك الجديد مع أصحابك أو على منصات التواصل الاجتماعي. يعني تخيل إنك طالب أوردر في مصر مثلا والدليفري بيقولك ابعت لي لوكيشن، فأنت تبعت له اللوكيشن الولايات المتحدة أو كندا أو حتى روسيا. وكمان تقدر تحفظ المواقع بتاعتك داخل البرنامج أو تميز بعض المواقع بنجمة علشان بعد كده تقدر توصل لها بسرعة. وبنفس الطريقة برضو تقدر تغير الموقع الحالي لأي موقع تاني. يعني لو اخترنا كندا على سبيل المثال وضغطنا على تغيير في البرنامج، هنلاحظ ان موقعنا على الموبايل اتغير من الولايات المتحدة وأصبح داخل كندا. طيب دلوقتي بقى لو خلصنا شغلنا او التطبيق اللي احنا بنستخدمه او اللعبة اللي احنا بنلعبها وعايزين نرجع بقى لموقعنا الاصلي، هنعمل ايه؟ بسيطة خالص، هنروح على الايقونة دي في البرنامج وهنضغط عليها، والموبايل بعدها هيعمل ريستارت واعادة تشغيل، ولما يشتغل هيرجع وهيظهر موقعك الاصلي على الخرائط والجي بي اس. طيب نروح ونجرب العملية التانية على البرنامج، وهي عملية محاكاة الجي بي اس وتحديد مسار معين للحركة، وخلونا نوضحها أكتر. في الأول هنختار العملية دي من قائمة العمليات، وهنعلم على اتفاقية الاستخدام وهنضغط دخول، وبعدها هنوصل الآيفون بتاعنا بالكابل، ولما البرنامج يتعرف على الآيفون هيقرأ الموقع الحالي بتاعنا الموجود على الخرائط، وده هيكون نقطة بداية حركة المسار، وبعدها نقدر نحدد أي نقطة تانية أو موقع تاني على الخريطة عايزين نتحرك ليه، يعني هيكون ده نقطة النهاية. ومن إعدادات البرنامج هنا هنختار سرعة الحركة، يعني تقدر تغير سرعة الحركة لو أنت ماشي على رجلك أو راكب دراجة أو سيارة مثلا. ومن هنا نقدر نختار عدد مرات تكرار الحركة، يعني لو خلص دوران في المسار ممكن يعيد الحركة مرة تانية. ولما نخلص ضبط الإعدادات هنضغط على ابدأ التحرك، وهتظهر لنا النافذة دي، هنضغط على استمرار، وهنلاحظ ان البرنامج عمل لنا محاكاة لحركة الجي بي اس للمسار اللي حددناه، وبدأت نقطة البداية في التحرك في المسار اللي احنا حددناه على البرنامج، وهيفضل الموقع بتاعنا يتحرك لحد ما يوصل لنقطة النهاية. وطبعا الميزة دي ممكن تكون مهمة لبعض الرياضيين او الشباب اللي بتلعب جيمز زي بوكيمون او اي العاب تانية بتعتمد على تحديد المواقع والجي بي اس. والعملية التالتة المدعومة على البرنامج تعتبر مشابهة للعملية التانية، وخلونا نختارها علشان اوضح لكم الفرق بينهم. هنا البرنامج ظهر للموقع الحالي بتاعي، وفي العملية اللي فاتت كنا نقدر نعمل مسار حركة من نقطة بداية وهي موقعنا الحالي لنقطة نهاية احنا نحددها بنفسنا، لكن في العملية دي بنقدر نختار اكتر من موقع او نقطة على الخريطة، ونقدر نختار اي نقط او اماكن بشكل عشوائي، ونحدد المواقع اللي احنا عايزينها، ونختار سرعة الحركة ومرات التكرار، وبعدها نضغط على بدء التحرك علشان البرنامج يعمل لنا مسار حركة كامل من موقعنا الحالي وهو نقطة البداية
مرورا بكل النقط والاماكن اللي احنا حددناها واخترناها على الخريطة، وهيبدأ الموقع بتاعنا يتحرك في المسار اللي حددناه لحد ما يوصل لنقطة النهاية. وزي ما قلنا ان العملية دي بتنفع لبعض الرياضيين او الجيمرز او الشباب اللي بيحتاجوا انهم يغيروا موقعهم علشان يستخدموا بعض التطبيقات على الايفون. ودي كانت مراجعة ونظرة عامة على اهم العمليات المدعومة على برنامج اي اني جو. وبصراحة انا شخصيا عجبتني اول عملية على البرنامج وهي تغيير الموقع، لان اقدر اغير موقعي في اي وقت وبدون جيل بريك. يعني مثلا ممكن اكون على القهوة وصاحبي يقول لي انت فين، ابعت له اللوكيشن بتاعي من كوريا الشمالية مثلا. وطبعا لو حد فيكم جرب برنامج اي اني جو او جرب اي برامج تانية مشابهة وبتقوم بنفس المهام وكمان بدون جيل بريك، ياريت يقول لنا رأيه في التعليقات ويسيب لنا اسامي البرامج دي وبس كده. وطبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول. واشوفكم على خير الفيديو اللي جاي ان شاء الله. سلام.